viral hepatitis يعني في inflammation في الليفر نتيجة واحد من hepatotropic viruses ال A وال B وال C وال E. كلهم RNA viruses ما عدا ال B DNA virus. المود اوف ترانزميشن ال A وال E في كورة، ال B وال C bloodborne. ال B برضو ممكن يكون trans placental او sexual او saliva او كده. incubation period 8 اسابيع في C و A و E، والرقم ذات نفسه اللي هو 2 to 6 بس weeks في A و months في B لان A acute. طيب A بيجي في الchildren، ال B وال C ممكن يبقوا carrier state او chronic او malignancy. ال A ده acute وبي resolve spontaneously ما يقلبش chronic، ممكن يعمل fulmination، ممكن يقلب fulminant، وبرضو ال B وال C ممكن يقلبوا fulminant او يجيبوا malignancy. ال E خطر مع الحمل بس. ال B وال C carrier chronicity malignancy، ال A acute وبي resolve spontaneously. بعد كده حوار مهم جدا بتاع الماركرز ده، ال A سهلة يعني، هو انت بتشوف الانتي بادي اي جي ام واي جي جي، كلنا عارفين الام ريسنت والجي ده بيقول ان في باست انفكشن. هنا منقولش بقى في كرونيستي لان الاي مش كرونيك اساسا. طيب السي برضو سهلة، عندي انتي بادي وعندي الار ان اي فيروس نفسه. الانتي بادي بشوفه بإلايزا في السكريننج، لو إلايزا بوزيتيف اكونفيرم بالريبا، لو الريبا بوزيتيف يبقى في انفكشن. طب انا عايز اعرف الانفكشن ده اكتف ولا قد ايه وكده، بشوف ال RNA ذات نفسه بال PCR ده diagnostic و quantitative و qualitative، بقى بشوف العدد وال في infection ولا لا. أهمهم بقى بتوع B اللي هو ال surface، ال S وال C core وال E. ال S antigen و antibody. ال antigen ده بيطلع early بدري قوي وده diagnostic معناه ان في infection. امتى جه ال infection ده معرفش، هبص لل C antibody بقى اللي هو لو IgM يبقى recent، لو IgG يبقى كرونيك، قلب كرونيك او كان بوست انفكشن. الجي ده بيطلع early، طب بيختفي امتى؟ ولو اختفى اقل من 6 شهور يبقى اكيوت، اكتر من 6 شهور يبقى قلب كرونيك. الانتي بودي بتاع السيرفس انتيجن ده بيظهر عن 3 شهور وبيمتد لسنين، وده معناه يا اما في اميونيتي يا اما فاكسين يا اما ان الاميونيتي جت ومشت يعني بوست انفكشن. لو معاه او جي جي يبقى بوست انفكشن، لو لوحده يبقى فاكسين. الاي انتيجين بيقول لك ان في اكتيف ريبليكيشن، بس الاحسن منه انك تعمل البي سي ار عشان تشوف ده مور سنسيتيف، عشان تشوف ان في فعلا اكتيف ريبليكيشن وكواليتاتيف وكوانتيتاتيف. والانتي بودي بتاع الاي معناه جود بروجنوزز ولو انفكتيفيتي. البروفيلاكسز في هيباتيتس اي انك تحميه من اصلا، تدي فاكسين ده بيبقى inactivated و intramuscular بيتاخد عند 6 ل 12 شهر وبيحميه 10 سنين. انما لو حصل recent infection بتدي له immunoglobulin antibody، وده بيتاخد في خلال 6 ايام وبيحميه 6 شهور، من 3 ل 6 شهور. طيب الاميونوجلوبين ده ممكن نديه في بي برضو لو في recent exposure في خلال 24 ساعة. البي بقى كفاكسين كحماية اصلا، ريكومبيننت دي ان ايه بيتاخد عند 0 و 1 و 6 في الجدول، انترا ماسكولر بندي لمين؟ ياخدوا الهيلث كير وركرز، ياخدوا العينين اللي على دايلسز، النيو بورن البوزيتيف ماذرز او سيكشوال بارتنر لبوزيتيف بيشنت، وهيموفيليك بيشنتس ياخدوا كحماية. ماشي. سي ملوش فاكسين. تمام. يعني ايه كارير ستيت للهيباتيتس بي؟ يعني جاله بس مش اكتف، يعني هتلاقي الاس انتيجين بوزيتيف والاي جي جي كور بوزيتيف، بس الاي والبي سي ار نيجاتيف. تمام. والانزيمز نورمال.